ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا فراولات؟ عاملين يا رب تكونوا بخير واتم صحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحشتوني جدا 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 جدا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين يا رب العالمين، ويرحمك يا محمد ويغفر لك ويسامحك ويجعلك مطمئن في بطن قبرك. اللهم امين. ارحم ابويا واموات ويشفي، يرحم امواتنا جميعا ويشفي مرضانا جميع المسلمين يا رب العالمين. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده جايكم فيديو جديد، وصفه جديده من يومات الوصفات. رنوش حطش لايك للفيديو اذا مش حتى لايك، حطي لايك دلوقتي واشتركي معانا في القناه حالا، وخش اعملي سبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من يومات الوصفات. رنوش النهارده جاي لكم فيديو حلو قوي. النهارده هنعمل مع بعض عنايه بالبشره بثلاث خطوات بس، حلوه قوي. هنعمل مع بعض اول ماسك تفتيح وترطيب بمكونين بس، ماسك تفتيح وترطيب، تمام. اول حاجه معانا طبعا الكورن فلاور في كل بيت عندنا، النشا عندنا في كل بيت. اول حاجه هي النشا. تاني حاجه المكون معانا النهارده هو الزبادي والكورن فلاور او النشا. الماسكين دول جامدين جدا 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 في اي ماسك عامه، موجودين في كل بيت. طبعا بما ان احنا في رمضان فالزبادي عندنا متوفره طبعا، والنشا طبعا اكيد عندنا، وان شاء الله يكون عندكم الخير كله باذن الله. كلنا طبعا عندنا الحاجات الجميله دي في بيتنا وفي مطبخنا، وكلنا عندنا الحاجات دي كتيره، يعني الزبادي والنشا والحاجات دي. يلا بينا من غير اي تفاصيل نبدا مع بعض الماسك، واقول لكم فايده النشا وفايده الزبادي. يلا بينا. تنعيم وتوريد وتفتيح وتوحيد لون البشره. يلا بينا نبدا ونشوف هنعمل ايه. حطي لايك كملي معايا ويلا بينا. خدنا معلقه نشا او كورن فلاور، تمام، وهناخد كمان معلقه زبادي اهو، وهنقلب الميكس الحلو ده كله في بعضه كده. تعالي بقى اقول لكم احنا بنقلب كده فايده النشا او فايده الكورن فلاور وسوري فايده الزبادي. فايده الزبادي بتنعم جدا، بتفتح جدا 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 اكتر من اللبن كمان. هي الزبادي عليها طبعا بيبقى خميره وحاجات كده، بس بتبقى اكتر من اللبن، بتفتح اكتر من اللبن بطريقه فظيعه، تمام. الماسك ده تعمليه مرتين في الاسبوع، حلو قوي لبشرتك، وهيعمل معاكي مفعول حلو جدا جدا، تمام. النشا بتوحد لون البشره، بتشيل التصبغات، بتشيل الكلف اللي في البشره، بتشيل الهالات السوداء اللي تحت العين او بتقللها، تمام. يلا بينا نفرد الماسك مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدا. طبعا انا مش هحطه تحت عيني لان انا جايبه لكم ماسك او جايبه لكم حاجه هنعملها في نفس الوقت مع واحنا حاطين الماسك ده. هنعمل حاجه للهالات السوداء وهنعملها واحنا عاملين الماسك ده، مش بقول لكم اتنين في واحد. هروح افرده وارجع لكم تاني. حطي لايك. طبعا فردنا الماسك مع بعض اهو يا بنات. تعالوا بقى اقول لكم المكون التاني بتاع الهالات السوداء هنعمل ايه. معانا اول حاجه معلقتين من اللبن، اللبن الحليبي العادي خالص بتاعنا، تمام، وهنحط كده عليهم بختين او نقطتين جل الالوفيرا او جل الصبار، تمام. اهو كده، حلو قوي قوي للهالات السوداء، حلو جدا. واحنا حاطين الماسك ده هنعمله في نفس ذات الوقت، تمام. لو انت ما عندكيش اللي هو مناديل الميك اب المدوره دي تقسميها، هنجيب منديل كده. انا ما عنديش بصراحه، هنجيب منديل ونغمس كده، تمام، بس ما نغرزوش قوي، تمام. وهبتدي كده اللي احنا ايه نفرده تحت عينينا كده، تحت عينينا كده، تمام، اهو تحت عينينا كده على الهالات السوداء، تمام. هروح احط التانية وارجع لكم تاني كده بالشكل ده. هنفرده كده اهو. انت طبعا لو عندك المناديل بتاعة الميك اب المدوره دي هتقسميها وتحطي نص كده ونص كده، هنسيبها لحد ما تنشف لمده 10 دقايق، وكمان الماسك ده هيقعد ربع ساعه او 10 دقايق وهنشطفه، وهقول لكم هنعمل ايه. هرجع لكم تاني بعد ما ينشف وهشيله معاكم، استنوني. دلوقتي يا بنات انا سبت الماسك على وشي بالظبط 10 دقايق. الماسك ده هتعمليه كل يوم بتاعه الهالات السوداء، تمام. بصوا بقى هنشيلها كده. انا كان عندي هالات وعندي هالات اساسا، هنشيلها واروح اغسل وشي، تمام، وهرجع لكم تاني. انا سبته 10 دقايق بتاع الماسك الهالات، وكمان الماسك ده اعمليه كل يوم.
النشا جميله جدا للبشره، والزبادي اجمل واجمل واجمل. فايده بقى اللبن، هروح بس اغسل وشي وارجع اقول لكم فايده اللبن وجل الصبار للهالات السود. استنوني انا كده غسلت وشي دلوقتي تمام. تعالوا بقى اقول لكم بصوا الماسك جميل ازاي وبيفرق ازاي. بصوا الهالات، انا عندي هالات اساسا في بشرتي تمام، انا عندي هالات طبعا عشان السهر بقى والكلام دوت تمام. تعالوا اقول لكم بقى ان اللبن فايدته اصلا، اللبن فايدته للهالات السوداء بيعالج اساسا الهالات السوداء، بيعالج وبيدي كده نضاره للبشره، نضاره قيمه جدا، وبيقلل من الهالات السوداء خالص وبيعالجها. لو انت استمريتي وواظبتي في الموضوع ده كل يوم على الهالات السوداء معلقتين لبن وبختين كده او معلقه كده جل الصبار او جل الالوفيرا، هيظبط معاكي الدنيا جدا تحت عينيكي. الهالات السوداء بيعالج الهالات خالص وبيمحيها تماما. اقول لكم بقى فوائد الصبار، جل بقى الصبار معانا كمان. عايز اقول لكم جل الصبار حلو جدا، بيعالج حروق الشمس وبيقلل البقع اللي في الوش وبيقلل البقع اللي تحت العين وبيعالج الحبوب وبيخلي البشره صافيه وجميله جدا جدا، وكمان بيقلل كمان الالتهابات اللي تحت العين والانتفاخات. جل الصبار، جل الالوفيرا من الحاجات الحلوه جدا جدا للبشره وللهالات السوداء بجد. واصبوا عليها يا جماعه هتفرق معاكم جدا. طب احنا دلوقتي عملنا الماسكين، عملنا ماسك الزبادي وماسك التفتيح وعملنا كمان ماسك الهالات السوداء. تعالوا بقى اقول لكم على اخر حاجه ترطبوا بيها او تمشوها كده على بشرتكم بعد الموضوع ده. طبعا كلنا عارفين منقوع الرز، معلقتين رز على ربع كوبايه ميه او على تلت كوبايه ميه كده بسيطه. عايزين بس ناخد تونر، احنا دلوقتي عملنا تونر اسمه تونر ميه الرز تمام. طبعا التونر بيفتح جدا جدا وبيخلي البشره يعني بيوحد لون البشره تمام، بيعالج حب الشباب، بيدي لمعه للبشره بطريقه فظيعه. احنا هنعمل كده قطنه ونبتدي نمسح بيه بشرتنا اهو، بيوحد لون البشره يا بنات. التونر بتاع ميه الرز بيوحد لون البشره جدا تمام، بيوحد لون البشره وبيدي لمعه للبشره حلوه جدا، وبيعالج حب الشباب وبيعالج الانتفاخات اللي تحت العين وبيقلل التجاعيد. والاهم الاهم اللي هو اهم حاجتين عندي فيهم، اللي هو بيعالج بيوحد لون البشره وبيدي لمعه ونضاره للبشره بتاعتك. دلوقتي كده احنا خلاص كده ها عملنا كده تونر للبشره بتاعتنا، وعملنا كريم تفتيح ماسك تفتيح، وعملنا كل حاجه حلوه ان شاء الله لبشرتنا عفاف تستقبلي العيد كده وانتي في كامل اشراقك لبشرتك من غير عيد. والله يا جماعه خلوا الحاجات دي دايما دايما واصبوا عليها اللي انتوا يعني تتعملوها على طول دايما. طيب انا بقى دلوقتي كمان هرطب، انا مش هرطب ببنسلين، انا هرطب بكده، انا هرطب بالوفيرا جل الصبار. هاخد كده تمام كده جل الصبار حلو جدا 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 فوق ما تتخيلوا يا بنات. ليها كده نزل